أحمد الأحمد صار له 7 أشهر. It's engineer مهندس. هذا مهندس. أحكي معرب أحكي عربي. مهندس صار له 7 أشهر أخذوه من حاجز. صالح أحمد الأحمد. نحن بدنا ضميركم يتحرك. قد ما ضل بالشار الأسد بالحكم راح يسقط بإذن الله. ساقط ساقط الشار الأسد ساقط لأنه إنسان قاتل. ما تصور هذا تجس هو صار له ايه صار له 7 أشهر اخذوه من الحاجز وما اعترفوا فيه نهائيا نهائيا. من حاجز جاء حاجز عسكري حاجز تعرفوا الحاجز؟ ايه نعرفه كان اي حاجز من حاجز لحد مدرسة التقدم هون عند امن العسكري. سيادة المقدم السجن تبع السياسيين عم ياخذون على الفرقة الرابعة امن العسكري عم ياخذون بالفرقة الرابعة هي سكن عسكرية مشان الامم المتحدة ما تفوت عليها. الامن العسكري اي فرع منهم؟ 293 293 293 فرع 293 رقم الفرع الجوية فين كان؟ يا احمد هلا هو الشام خلي يسجل يا سامي ما تقليه بس لو بتكون في سوريا عنده مداخل لا يعني دون بالله بشار الأسد. بشار الأسد إنسان قاتل ظالم إنسان رح يسقط ما سقط بده يسقط قاتل عنه رح يسقط الله ينتقم منه. My brother study in Albert University. He study عربي أخوي له 7 أشهر بالمعتقل نفسه هذا خلص هاي سجلها ما مش العزل